السلام عليكم، ورجعنا لكم حبايب فيديو جديد وحلقة جديدة النهاردة في القناة. قبل ما نخش في اي تفاصيل يا حبايب، مش انسوا زي ما انتم متعودين، اول حاجة تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، عليه افضل الصلاة والسلام. تاني حاجة تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اهم حاجة تفعيل الجرس دوت عشان يوصلكم كل جديد مني. طبعا شايفين اللي بيحصل في القناة، عشان اقدم لكم محتوى باذن الله يعجبكم ان شاء الله. يعني يعجبكم المحتوى اللي انا بقدمه، محتوى جيمنج هيكون رهيب وهيكون خطير باذن الله. النهارده يا حبايبي هنلعب لعبه محاكي الباصات اسمها فيرن باص. ان شاء الله اللعبه اللي احنا هنقدمها النهارده تعجبكم، ولو عجبتكم هنقدم فيها سلسله رهيبه باذن الله. عاوز منك بس اللايك، هو ده دعمي. يلا بينا نخش على الفيديو، وان شاء الله الفيديو يعجبكم يا حبايبي. زي ما انتم شايفين احنا كده دلوقتي داخل اللعبه. لعبه اسم اللعبه اهو فيرن باص كاش سيميليتور، هو ده اسم اللعبه بالكامل، وتقريبا هو ده الوصف اللي احنا هناخده. يعني هندوس ستارت جيم وهنختار كارير. فلا هناخد نيو، مهمه جديده. هنختار بقى ايه المهمه؟ هناخد مثلا عايزين مهمه ايه صغيره كده عشان ما نطولش عليكم الحلقه. لو الحلقه عجبتكم طبعا هننزل حلقات اطول من كده. خلينا مهمه من فرانكفورت لمطار فرانكفورت، مهمه بسيطه كده. فهندوس سيف. ماشي، طبعا المهم كلها في المانيا. طبعا دي هنعمل لها ديليت، بس نعمل لها ديليت. طبعا هندوس نيكست. زي ما انتم شايفين هو ده الباص اللي هناخده. نعمل له كستمايز. ملوش يعني ايه ده الباص اللي هناخده يا حبايبي. ماشي، بس هندوس ستارت جيم وهنخش جوه اللعبه دلوقتي وناخد الريت. زي ما انتم شايفين دخلنا جوه اللعبه. هي دي الركاب اللي احنا هناخدها النهارده. بس عايز اسالكم بس سؤال بس قبل ما ناخد الركاب، الخلفيه دي حلوه ولا احط جرين سكرين اللي هو انا اقص ابقى نفسي شكل يعني انا بس كده بالديركسيون بس؟ هلو، هناخده مركب راكب. هنعمل لوجن. ف عنده سيز. Können Sie das rückgängig machen? Ich muss ja ganz woanders hin. Dankeschön. Hallo, das Ticket. Ciao. طبعا هاخد الركاب وارجع لكم عشان مش هطول عليكم، عشان الحلقه ايه مش تطول. زي ما انتم شايفين خدنا كل الركاب اللي الراكب دوت. طبعا مش هيركب معانا عشان مش دي محطته. فهنخش الباص اولها، اللي ما يدفعش الاجره ينزل اولها كده. زي ما انتم شايفين يا حبايبي خدنا كل الركاب، فهنبدا ننطلق. بس المشكله في زحمه، في زحمه رهيبه، مش هنعرف نطلع من هنا. مشكله في الزحمه دي. عايزين نطلع دلوقتي نعمل ايه بقى؟ طبعا الباص اوتوماتيك فمش هنستخدم الجير اصلا، بس المشكله في زحمه. بصوا يعني الواحد مش عارف يطلع حتى، ممكن طريق بس تعدينا ونطلع بس تدينا مجال. ترافيك هنا غبي غباء. ايه ده؟ طبعا انا هطلع مش هستنى الاشاره وكده، ان احنا استنينا كتير بصراحة. والاشارة خضرة الحمد لله. نلف هنا بس، بيظبط الكرسي يقول لي. والله اصلا مش عارف اي حاجة، مش عارف اظبط الكرسي خالص. طبعا انا افك من كلامهم دوت، هم بيكلموك على السرعة وكده. احنا لازم نجري، لازم نجري. هنتخطى طبعا، خافوش. انا سواء دي عارفين انا في حاجة الشاحنات وكده، خافوش يعني. هنخش يمين نشوف بس في حد جاي. مفيش حد، لازم نوسع الباص. حسب، اوعى تطلع، اوعى تطلع. بس طبعا سواقته اصعب من سواقه الشاحنه بكتير، معروف يعني. نبدا نمسك الخط. قدامنا حوالي 50 كيلومتر لمطار فرانكفورت، ان شاء الله نوصل بالسلامه. طبعا البنزين بتاعنا تمام، كل حاجه تمام. ما تسمعوش على كلامهم زي ما قلت لكم، بلح هم اصلا. في دروب اف بي اس كده على الخفيف، مش عارف ده من ايه. دروب على الخفيف. طبعا هنخش يمين ونهدي بس. Das ist kein Elchtest. بعذرونا على الدخل، انا عارف مفيش حد بيخش كده، بس
هات لك حاجة تشربها كده عشان تستمتع وانت ايه تسمع، عشان المتع هو نوعا ما مش هيبقى طويل، بس ايه يعني برضه لازم تستمتع. عدي يا باشا. نحاول نتجاوز بس، معلش هبان خطر شوية على الطريق بس ما تخافوش يعني سواق. هو دوت معرفش ليه هدف عليا كده، بس هنعدي نروح السيد اللي هناك خالص عشان نعرف نجري شوية. مش عارف الترافيك هنا نوعا ما غريب، مش عارف. طبعا زي ما انتوا شايفين وصلنا المطار بسرعة يعني، انا معرفش المهمة هتبقى قصيرة كده. يا عمي اسكتوا، ده احنا لو مشينا على قشر بيضا هيقول لك برضه السرعة. اما نخش ناخد، معلش ضربت المايك، هناخد يمين، هنخش سيد اللي هو بتاع الباصات اللي هو اللي جوه. نوسع بس عشان دي يعني واقف، واقف ازاي ده، واقف ازاي، واقف ازاي. المهم هنقف في المحطة هنا. Da kann sich die Bahn echt mal ein Beispiel nehmen. ننزل الركاب. اتوقع كده احنا نزلنا الركاب كلهم، المفروض بقى نرجع للجراج بتاعنا. يعني في مطبات هنا ايه؟ يعني احنا دلوقتي المفروض نرجع للجراج تاني، المفروض نرجع للمدينة بتاعتنا تاني. احنا نزلنا ركاب في المطار، المفروض نرجع بقى المدينة فرانكفورت تاني. هنمسك خط كبير، بس الأجواء حلوة يعني، أجواء رهيبة في اللعبة. غبي مش باليمين يا غبي، مش بالشمال يا غبي، يمين. أنا آسف، طبعا لازم نشرب باليمين. طبعا لو انت يعني لو انت في الثانية دي من المقطع، اكيد المقطع عجبك ان شاء الله يعني، اضغط لايك بقى. في حاجة غلط في الجالي، في المفروض بقى نلف من هنا. هو البتاع ده الجي بي اس ده مخرف ولا يعني، المفروض نلف ونرجع. المهم لو انت في الثانية دي من المقطع، عم اضغط لايك، اكيد المقطع عجبك ان شاء الله يعني، عجبك المقطع فاضغط لنا لايك كده عشان ايه اكمل في السلسلة. عايزين نتجوز بقى. مش كده الترافيك هنا بطيء، الترافيك بطيء جدا. ايوه كده افتح لنا طريق يا عم، عايزين نوصل. الحمد لله وصلنا الركاب بسلام. كده مش معانا ركاب بقى، احنا كده ماشيين لوحدينا. باص المان طبعا باص معروف رهيب، باص المان. بس لازم اركز في الطريق. معلش بس اطلع، هو انا مش عارف الطريق دي معموله ليه، انا مش فاهم. ما نعمل حاسس نخش يمين. هو الجي بي اس مخرف، احنا المفروض نخش ونلف من هنا مش نلف من ورا. طبعا اللي عارف منين يظبط الكرسي يقول لي والنبي، عشان مش عارف اظبط الكرسي ازاي بصراحه. الكرسي قريب جدا، عايز ابعد شويه. ممكن اطلع، اطلع بس شكرا. الأشجار هنا رهيبة، إشارة كالعادة. هو مفيش حد أصلا المفروض الإشارة دي تفتح، بس هي اللعبة دي معروفة من أول ما صنعت، هي معروفة الإشارات بتاعتها بتطول جدا، ومفروض تفتح في أوقات وتقفل في أوقات. لا دي غلط خالص. دخلنا مدينة فرانكفورت، الحمد لله وصلنا بالسلامة. بخاف من التقاطعات دي جدا، بص 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 بخاف منها جدا، ممكن حد يطلع لك فجأة وهنا الواحد ما يعرفش. اه
لقطنا الرادار. لما هنخش، لا غلط غلط، دخل غلط، المفروض نرجع. دخل غلط جدا، نرجع بس من هنا. الف، معلش سوري دخلت غلط، المفروض الدخله الجايه انا دخلت غلط، معلش. اشاره كالعاده، نستنى الاشاره تفتح طبعا. الحمد لله الاشاره فتحت، الحمد لله. اطلع بقى يا عم، اطلع اطلع. ما بص استنى، مش عايزين خباء. المفروض انا اطلع الاشاره ليا، والله المفروض الاشاره ليا، المفروض هو ما يخشش، معرفش ازاي. الواحد يتوقع كل حاجه من اللعبه دي، والشوارع ضيقه موت. الشوارع دي مش حق يعني، مش تبع باصات. انتوا عارفين المانيا طبعا. بص 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 التقاطعات دي، بص 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 التقاطعات دي، انا بخاف انا من التقاطعات دي جدا. واحد يطلع لك فجأة كده، مش عارف انا، لا مش عارف. كالعادة اشارة، ونستنى الاشارة تفتح. الحمد لله الاشارة فتحت. اطلع بقى، اطلع اطلع. ده انتوا ترافيك الاستجابة بتاعتكم زفت، الاستجابة بتاعتهم بطيئة جدا. انا هطلع حتى لو مين في الشارع، انا مستني ده، احنا بنستنى بالخمس دقايق. ده الاشارة بتطول جدا، المفروض نخش من هنا. وبرضو اشارة كالعادة، هنستنى الاشارة تفتح. بص الاشارة فتحت، اطلع اطلع. الحمد لله وصلنا المحطة. نلف بس من هنا كده، المهم الحمد لله وصلنا المدينة بسلام بعد ما نزلنا الركاب في مطار فرانكفورت وسنت فرانكفورت. والحمد لله وصلنا بالسلامة. يا رب تكون عجبتكم الحلقة، وبكده يا حبايبي تكون الحلقة انتهت. فلو عجبتكم واستمتعتوا بالحلقة، أهم حاجة اللايك عشان ده يعمل حجم، وإن شاء الله نكمل في السلسلة بإذن الله. نشوفكم في فيديو قادم. سلام يا حبايبي.